احنا بنسلم، هنكون بنسلم في شهر 9 القادم المحطه دي اليورو جيت، هتاخد ايضا سنه بعد سنه ونص في التنفيذ البنيه الفوقيه. هم فعلا تعادوا على المعدات، تعادوا على كل حاجه، هيخشوا في شهر 9 يشتغلوا معانا يعني في 9/24 ان شاء الله، وكلام بقوله قدامكم نتحاسب عليه. 9/24 هتلاقي يورو جيت يا فندم مع كنت شيب مع هابج لويد بيشتغلوا على هذه المحطه. طبعا دي محطه البضائع العامه و لا بس هكمل تحت امرك. انا بس عايز اتكلم على محطه الحاويات دي بتاعت احياء مصر اللي هو قال ان احنا ده يعني كان في قضيه تحكيم، والحقيقه اشقائنا في الكويت وانا بحييهم على ان هم يعني كانوا 700 مليون دولار ل 260 طبعا الحقيقه هم يعني تجاوبوا معانا. بس انا هقول لكم على حاجه، احنا على مدى الـ يعني الـ عمر الاتفاق ما اتعملش جزء كبير من الشغل، وكان ما اعرفش كامل لو كان عنده صور من اللي كان موجود والحديد اللي كان موجود مركون على جنب والكلام دوت وشركه المقاولين وايه اللي حصل فيها. انا بقول التاريخ ده مش عشان حاجه، عايز اقول ايه، انت بتطرح الفرصه وبتيجي ناس، لكن احنا ممكن نكون احنا السبب ايضا في التعثر. يعني احنا مش بنجلد نفسينا ولا حاجه كامل، لكن بقول لكم ليه المينا دي رغم ان احنا تعاقدنا ما اتعملش الحته ديت يعني. طيب وعشان كده بقول ايه، هتلاقوني دايما بحب اعمل انا، مش كده كامل؟ تمام. احب اقول ايه، لا انا هعملها. الناس تستغرب يا عم تجيب ناس تحمل يعني. اقول ما انا بخايف ان احنا واحنا بنعمل ده ويبقى في التزام تعاقدي مع المستثمرين، احنا يعني الناس اللي شغاله ممكن ما تمشيش العقود يعني، مش كده؟ هفكر كامل بحاجه وافكر الناس واقول لكم. واحنا في الحته دي الارض الزراعيه دي، ايوه فندم، فكامل قلت له كامل ما تشوف مع اشقائنا في دمياط ان هم يدونا نشتري منهم الارض دي. فكامل دخل معهم فقال لي يا فندم هم عايزين 5 مليون جنيه في الفدان، مش كده كامل ولا نسيت؟ ده في البدايه. طيب. بداوا بعد كده طموحهم وسقفهم زاد ل 15 مليون جنيه على كل حال. فاللي بيقول لي قلت له لا سيب لهم الارض بتاعتهم واردم قدام، صح كده يا كامل؟ تمام مش كده؟ ايوه يا فندم. انا بقول للناس البلاد بتتعامل ازاي؟ البلاد بتتعامل ازاي؟ لكل التنفيذيين يعرفوا البلاد ما بتتعملش بانك تدي توجيه للموظف اللي عندك وتسيبه. انت قاعد معاه تحلله حته حته وتشجعه عشان يخلص لك شغلك. شغلك اللي هو ايه؟ شغل مصر. عشان المينا دي في النهايه في 24 زي ما كان بيقول كده اللي بقى لها 20 سنه ما اتعملتش تخلص في 24 ان شاء الله. مش كده؟ ان شاء الله يا فندم. انا بقول الكلام دوت لان انتوا المفروض ان هو هيوريكم المخطط بتاع المنطقه ديت، واللي احنا كمان حطينا فيها منطقه نستفيد باللي احنا ردمناه، لان احنا قلنا لا يمكن نعمل حواجز عرضها. ما انا بعمل الحاجز بدل ما اعمله 50 متر طب ما اعمله 300 متر. ما انا كده بحط الدبش والصخور. طب يبقى الردم ده اردمه ويبقى خلقت حته في البحر عمقها 2 3 كيلو اقدر استفيد منها تغطي لي جزء من التكلفه اللي انا عملتها هنا. لما انا اتكلمنا هنا على 50 60 فدان 100 فدان في 5 ب 500 مليون جنيه، قلت له الردم يكلفنا كام؟ ونسيب الناس تزرع ارضها، ونسيب ايه؟ الناس تزرع ارضها. وساب الناس تزرع ارضها وردمنا الارض، شكرا خلاص. يلا يا كامل.